ووصول المعازيم لحفلة شيرو وشهد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع بيسان إسماعيل اللي تفاعلت بمجموعة من الستوريات كانت عم بتعبر عن حبها لخطيبها محمود. حكت بيسان إنه محمود هو كل شيء بالنسبة إلها. محمود وهي القصص يا جماعة بهاي الستوري عن جد بقلكن إنه محمود حاليا أقرب شخص لحياتي وغالي على قلبي كتير، وأنا كتير كتير بحبه وبحترمه. ويعني لما شفته، أول ما شفته حسيت إنه قلبي لهفله. وبعدين بعد ما تعرفت عليه أكتر صرت حبه أكتر، بعد ما تعرفت على شخصيته وكيف طريقة حكيه وكل هالتفاصيل حبيت. تفاعلت العروس شهد بمجموعة من الستوريات امبارح واتقت من خلالها لحظة وصول عائلتها، ويذكر انه العرسان الحلوين اعلنوا انه حفلة الخطوبة راح تكون بكرة، والجمهور كتير متحمس لحفلة شيرو شهد.